الإمام الشعراوي يصف من يعتقد أن الصلاة عند القبور هي شرك ممتاز. وأنها منيرة. في هذا أيضا فضيلة الشيخ، لو أن رجل تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر، قبر نعم على نفقته الخاصة، نعم أيوه، فهل هذا جائز؟ أيوه، ولا في شيء. احنا النبي ما قبره في المسجد، والأزهر موجود وقبور الأولياء كلها في المساجد. التنطع ده سيبنا منه، جايبين دليل ما يعرفوش هم مستدلين به ازاي، يقول لك لعن الله من اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. نعم، مش ده الشهاء الدليل بتاعه؟ قول له انتم اغبياء في الاستشهاد. ما هو القبر؟ ايه القبر؟ عرف لي القبر هو ايه؟ ما هو القبر؟ هو المكان الذي اللي فيه جثه الراجل الذي هل هذا اتخذ قبرا؟ اتخذ مسجدا؟ ولا معمول عليه صور اسم حتى بيسموه ايه؟ بيسموه ايه؟ ضريح. ها؟ ضريح. لا، ده الاسم الضريح، انما يسموه ايه هم؟ الاسم بتاعه ايه؟ شيء لا يتعدى ابدا عن الدفن. ما نعملش فيه مكسوره. نعم. معنى مكسوره يعني ايه؟ مقصوره على الدفن لا تتعداه لاي حدث. فمن اين جاء اتخاذ القبر صلاه؟ مصلى أغبية يا أخي. نعم، نقول لهم بقى روحوا اهدموا القبر في بتاع النبي، فإن قيل خصوصية للنبي نقول له لا، أبو بكر مدفون فيها وعمر، ونصلي في الصفة والقبر أمامنا، ونصلي في الروضة والقبر على يسارنا، ونصلي في منزل الوحي والقبر عن يميننا، ونصلي في المواجهة والقبر خلفنا. إذن القبرية لا دخل لها. نعم فضيلة الشيخ، هل يجوز مش هنستدل عليهم؟ وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ولم ينكرها الله. شكرا شكرا إخواني، شكرا. متنطعون طبعا، هو قال اللي بعدها شنو قال؟ أغبياء. هو جابها يعني من الآخر، يعني كأن لا الصحابة الذين قرأنا أسماءهم، لا أم المؤمنين عائشة، كأنهم لم يسمعوا من الرسول صلى الله عليه وآله هذه الروايات لعن الله من اتخذ. سمع الشيخ أن نفترض أن ابن تيمية لم تصله، نفترض على فرض المحال، ليس بمحال، غير ممكن هذا، غير ممكن. أنا أقول فرض المحال علميا، ليس غير ممكن. الآن الوهابية، الآن الوهابية كيف يمكن؟ يعني الآن يمكن أن يكون الآن عند البعض في شبهة، وأنا طبعا يعني يعني الآن هاي الكتب الآن أين طبعت؟ هذه كثير من هذا البرنامج أخاطب هؤلاء طلبة العلم والعلماء من الوهابية، لعل لأنهم أغلبهم مقلدون لابن تيمية تقليد أعمى. مشايخ الوهابية أيضا مقلدون للشيخ محمد بن عبد الوهاب تقليد أعمى، لا يراجعون لا يدققون. وإن شاء الله هذا البرنامج يقدم لهم خدمة كبيرة، هذا البرنامج سيفتح عقولهم وآفاقهم للبحث والتحقيق. ونحن نضع نضع الآن الشواهد على الشاشة، يمكن أن تسجلها يا أيها الشيخ الوهابي طالب العلم، تسجلها تدونها وابحث عنها بنفسك.